خلينا ننتقل لمشروع الضبعة، وده المشروع اللي أنا شفت مثيله في موسكو أو في روسيا عموما. لكن دايما بيفضل السؤال هو الفلوس، هل إحنا هندفع؟ طبعا إحنا 25 مليار دي هي قرض من الحكومة الروسية. قول لي شروط القرض إيه، وأربعة 4800 ميجا وات، أعتقد إحنا عندنا أربعة يونتس، أربعة مش كده؟ يونتس، اليونت 1200 ميجا فعلا، اللي هو أربع مفاعلات يعني، وكل واحد بيدور التربينة يعني يشغل تربينة بتقدر تنتج لغاية 1200 ميجا وات. يعني 4800 ميجا وات، مظبوط يا فندم. 25 مليار دولار. هو 25 مليار دولار يا فندم، ده الكريدت لاين اللي موجود، لانه احنا في بعض حاجات اكتر شويه حتى يعني، لكن التكلفه هتكون اقل من كده، بس بحاجه بسيطه مش كبيره. لكن هي الفكره يا فندم ان هناك تمويل حكومي جاي من الحكومه الروسيه، تمويل جيد جدا. حضرتك عارف احنا عندنا جريس بيريود لمده 13 سنه، احنا بنبني المحطات، اول مفاعل المفروض ينتهي بعد 8 سنوات من التوقيع، يمكن برضو المفاعل الثاني ينتهي في نهايه السنه الثامنه او اوائل السنه التاسعة، بعد كده في سنة وسنة بعد كده، ويبقى إذا إحنا بنشغل المفاعلات وبتطلع إنتاج ونبتدي نستخدم الكهرباء بتاعتها قبل أن يتم البدء في سداد القروض. خلال الفترة دي إحنا بنسد بعض فوائد القروض، عشان ما أقولش لحضرتك حاجة، لكن ابتداء سداد القروض بعد ما المحطات الأربع مفاعلات يشتغل. هل الطاقم بتاعنا المصري اللي على الأرض جاهز في هذا؟ لا شو حضرتك، طبعا إحنا التجهيز بيتم من خلال التدريب كبير. إحنا نتعاقد مع جامعة روس على أربع عقود رئيسية. العقد الأولاني خاص بالإنشاء اللي هو الإي بي سي، العقد الإنشاء تصميم وإنشاء المحطة. في عقد تاني للتشغيل والصيانة، والعقود دي كلها فيها تدريب كبير جدا. إحنا هندرب حوالي، منتظر ندرب حوالي 1700 واحد، هيشتغلوا وهيسافروا بره وهيتعلموا، وجايبين سيميوليتر موجود هنا، يعني الامر ماشي بطريقه علميه شديده. احنا زي ما حضرتك، مش هيبتدي المفاعل الاولاني يطلع انتاج الا بعد 8 سنوات من دلوقتي. والحمد لله في فرصه. حضرتك عارف احنا ايضا بنبني حاليا في الوقت الحالي مدرسه فنيه في الضبعه، عشان تقدر تطلع فنيين متخصصين في مهن مختلفه، كهرباء وميكانيكا والحاجات اللازمه، ايضا تساهم في انشاء المفاعل نفسه، وهنعلم هتعلمهم روسي ايضا. انا اعتقد ان جزء التعليم ده يمكن يكون من اهم النتائج. بالظبط يا فندم، ده مهم جدا. ده بالاضافه ان احنا عندنا كوادر طيبه جدا في مصر وفي خارج مصر دلوقتي، واللي هي بيرتبط كمان المحطه انشائها مش مجرد ان انا اطلع كهرباء خلاص، ده بيعمل منظومه وتكنولوجيا نوويه بتتنقل، وابحاث بتتعمل، يعني في حجم عمل كبير جدا هيكون مرتبط بانشاء هذه المحطه ان شاء الله. ليه العقد متاخر؟ لا تشوف حضرتك، هو طبعا الجماعه الروس دقيقين جدا في المناقشه، احنا اللي عندنا تيم من ادق ما يمكن في المناقشات، الامور كلها بتدخل بحيث ان عشان نوصل الى جميع النقاط تبقى يعني مدروسه 100%، ولا نترك شيء لان يحصل فيه ديسبيوتس او يعني مشاكل في المستقبل. ده عقد، في مثلا عقد الوقود ده بيستمر لمده 60 سنه فعلا، فاحنا لازم تكون كل حاجه مدروسه 100%، الكلمه بتدرس تتحط فيه، واحنا شغالين معانا يعني استشاري عالمي في مجال المحطات النووية، واستشاري عالمي أيضا في مجال القانوني الخاص بالمحطات النووية، ونفس تيم يعني فرق أخرى موجودة مع الجانب الروسي. لكن أقول لحضرتك، نحن قاب قوسين أو أدنى إن احنا قاب قوسين، ده اللي هو إمتى يا دكتور؟ يعني مش هو ادينا توقيت مثلا بالتاكيد قبل نهايه هذا العام، اذا قبل نهايه هذا العام، وان شاء الله يمكن احنا بنسعى الى ان يكون بسرعه، بس انا مش عاوز اسبق الحوادث، لانه دايما بتبقى كلمة واحدة أو جزء واحد بياخد وقت طويل أو في النقاش. كان أهم الأسئلة اللي أنا دايما كنت بسألها في روسيا السلامة، الأمن والسلامة والعامل البشري. دايما بنقلق من العامل البشري. طبعا هم شرحوا لي أن هناك 9 طرق يعني في طرق كثيرة، وأن المفاعل بيقفل لوحده. العامل البشري، هل الأمن والسلامة هنا يعني إيه تقييم حضرتك للموضوع ده، وفكرة أن احنا تقليل العامل البشري؟ شوف حضرتك يا فندم، يمكن أنا شفت برضه برنامج حضرتك وقال، وكان على حق اللي هو المجموعه الروسيه اللي كانت بتتكلم حضرتك بتدي حضرتك فكره على ما يحدث، قالت ان احنا ده ممكن المفاعل يقفل نفسه بنفسه ويفضل شغال لمده 3 ايام، يعني 72 ساعه لهذا الكلام. اقول لحضرتك بامانه مطلقه، هذا المفاعلات هي امن مفاعلات موجوده حتى الان في العالم،
وبالعكس احنا المفاعل بتاعنا كمان اخذنا فيه بعض الامور الامان اكتر من ناحيه حتى يعني حتى لو تعرض لحادث ارهاب. يعني تصور سيادتك احد الحاجات اللي بيصمموا عليها كمان المفاعلات. اما ليه لو ان في طياره تيجي تخبط في المفاعل انتشنال، يعني هم كانوا بيعملوا طيارات الطياره وزنها تبقى 7 طن وشويه وماشيه بسرعه 100 متر في الثانيه، احنا اخذنا اعنف حاجه اللي هي 400 طن وماشيه بسرعه 150 متر في الثانيه، وده بيدي نوع من التحدي الاكثر في التصميم. فساعتها لو حصل اي حادث ارهابي برضو بيقفل لوحده، بيقفل هذا بيقفل وما يتاثرش ولا يتسرب منه شعاع. يعني قصدي تم توخي جميع سبل الامان. ونقول لسيادتك الجماعه الروس، احنا ليه رحنا للجماعه الروس؟ حضرتك عارفه احنا لما فكرنا ان احنا كان في كذا عرض. بالظبط، احنا بعتنا لخمس دول، رد علينا منهم 3 اللي هم الروس والكوريين الجنوبيين والصينيين، وبعتنا فرق من عندنا بعثات الى زارت كل هذه الدول ودخلت في تفاصيل شديدة بالأول، ولقينا أن أحسن تكنولوجي وأحسن تحقيق لمعدلات أمان وأيضا أحسن عرض من ناحية الأمور المادية والتمويل وكده كان العرض الروسي، وعشان كده يعني تم اختياره لأنه هو كان أفضل من جميع الأمور. النفايات النووية نفس المنطقة حضرتك عارف، يعني زي ما حضرتك ده حضرتك شرحتي في الأمر. أنا خلاص بقيت خبيرة نووية بالظبط، أجي أشتغل معاكم. ده شرف يا فندم، ربنا يخليك. الفكرة طبعا احنا طبقا لكل ما يقوم به الجماعة الروس في التصميم احنا بنتبعه 100%، ودي حاجة انترناشونال وما فيش منها أي مشكلة. إذا كل الناس اللي ساكنة في الساحل الشمالي وأنا سألت السؤال ده حتى للراجل بتاع روز آتم، الناس اللي ساكنة وعندها بيوت في الساحل الشمالي تبيعها يعني ولا تخليها؟ فقال لي لا طبعا تخليها، وفي ناس واحنا عرضنا صور ناس كتيرة عايشة في المدينة اللي هي فيها المفاعل. انا متخيل فن من البيوت دي اسعارها هتزيد كمان، لان في ناس هتروح تزور المكان ده وهتبقى هيبقى بقى مكان مقصد من الناس تقدر تشوف. بما ان احنا بنتكلم على الطاقة النووية لازم نتكلم على الطاقة المتجددة. ايوه، والطاقة المتجددة مهمة جدا، لكن جداً. كان في مشاكل في التسعير وكان في مشاكل في موضوع التحكيم. أيوة. والعقود عملتوا ايه في هذه المشاكل؟ لا اتحلت الحمد لله. حضرتك عارفة احنا كنا عملنا تعريفة التغذية اللي هي الفيد ان تعرف، وكانت تعريفة يعني مجزية جدا، وفي نفس الوقت كان في شروط معينة للي هيدخلوا في هذا الأمر، وكان من ضمنها أيضا أن يكون التحكيم في مصر، يعني ده كان من ضمن الشروط اللي كانت موجودة. جت في لحظة من اللحظات جهات التمويل الأجنبية قالت لا أنا عاوز التحكيم في الخارج، فقلنا دي لها شروط ولها كونديشنز معينة ولها تسعير مر بشكل معين، احنا متمسكين بيه. قلنا لكن ما يضرش أبدا أن احنا لما نيجي، وكان ينتهي الكلام ده يوم 27 أكتوبر، احنا هي سنتين ينتهوا في 27 أكتوبر، قلنا عملنا مرحلة أخرى، والمرحلة الأخرى عملنا فيه نوع من الريلاكسيشن شوية في الطلبات، وفي نفس الوقت قعدنا دراسة الأسعار الموجودة بما يتناسب مع الكونديشن اللي احنا حاطينها.